منذ يوم الذر قد خط الوتين وزعمتم يا جنود الصنمين أن لفقر الفتنة قتل الحسين خبرونا أي دين أي شيء دينكم هذا برب العاديات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كثيرا ما تدب المشاكل الزوجية بين الأزواج بسبب هذا الأمر، وهو حرص أحد الطرفين على امتلاك الطرف الآخر كله والسيطرة عليه والتدخل في شؤونه بما يتعدى الصلاحيات والحدود الشرعية أو العرفية. من هنا تنشأ المشاكل عادة. الزوج يريد من زوجته مثلا أن تكون نسخة طبق الأصل منه، وهذا ما لا يكون إلا إذا افترضنا أن الزوجين معصومان، فالمعصومون عليهم السلام وحدهم هم الذين يمكن أن يصدق عليهم هذا الوصف أن كل واحد منهم نسخة طبق الأصل عن الآخر، حتى في السجايا والطباع والأذواق وإلى ما هنالك. أما سائر البشر من غير المعصومين فلا يمكن أن يكون بين اثنين منهم انطباق تام، ربما يصل هذا الانطباق إلى 99% مثلا، ولكن لابد أن يبقى فارق بنحو 1% أكثر أو أقل، ولا أقل من أن يكون هذا الفارق في الطباع
في الأسلوب، نمط الحياة، نمط المعيشة، نمط التعامل، إلى ما هنالك. قد يكون الدين واحداً والمذهب واحداً والفكر واحداً والمنهج واحداً والنظرة إلى الحياة واحدة وتقييم الأمور تقييماً موحداً، ولكن انطباق الأذواق 100% هذا يكاد أن يكون أمراً ممتنعاً. فالزوج إذن يريد من زوجته أن تكون نسخة منه، فإذا ما لاحظ أنها تخالفه ولو في نمط الحياة والمعيشة وأسلوب الإدارة، إدارة الأسرة من جانبها، فإنه يضغط عليها وتتفجر بذلك المشاكل. وأحياناً يكون الأمر معكوساً، فالزوجة تريد كذلك أن تسيطر على الزوج وأن يكون نسخة منها، يفكر بتفكيرها بل ويأتمر بأمرها، وهذا ما لا يكون عادة، فتتفجر المشاكل أيضاً. يا ترى كيف يمكن أن نهذب أنفسنا بحيث نعالج هذه النقطة ونخفف أو نقلل من نشوء المشاكل الزوجية الذي نراه في هذا المضمار؟ هو أن نجعل حياتنا الزوجية والأسرية باللون الحسيني، ونعني بذلك أن نرجع إلى ما كان عليه سبط رسول الله أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه في طريقة تعامله في القضايا الزوجية، ونحاول أن نقترب من سيرته هذه، فإن لنا فيه أسوة حسنة. هذا خبر أخرجه ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: دخل قوم على الحسين بن علي عليهما السلام فقالوا: يا ابن رسول الله، نرى في منزلك أشياء نكرهها، وإذا في منزله بسط ونمارق وسائد. هؤلاء القوم الذين تشرفوا بزيارة سيد الشهداء عليه السلام اندهشوا مما رأوه في بيته الشريف، حسبوا أن بيته الشريف لن يكون فيه مثل هذا الأثاث الذي كان يعد بحسب ذلك الزمان أثاثاً فخماً. كانوا يتوقعون من سبط رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون كجده رسول الله، كأبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، يعيش عيشة الزهد والزاهدين، فاندهشوا من هذا المنظر وقالوا له: يا ابن رسول الله، نرى في منزلك أشياء
نكرهها، وإذا في منزله بسط جمع البساط ونمارق، فقال عليه السلام: إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء. بيّن الحسين عليه السلام السر في وجود هذا الأثاث الفخم في بيته الشريف، بيّن أنه ليس براغب في ذلك ولا كان عن أمره، وإلا فإنه يمضي على سيرة أبيه وجده صلوات الله عليهما وآلهما، لا تعجبه زخارف الدنيا. ولا شك في أنه عليه السلام كان يكره هذه الأمور التي يجدها في بيته، لا شك. المعصوم الذائب في حب الله جل وعلا، جل وعلا، المنقطع عن الدنيا إلى الله عز وجل يكره هذه الأمور. ولعله قد مرت عليكم روايات عن النبي الأعظم وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما في ذلك، وكيف أنهما لما كانا يدخلان بيوتهما ويريان بعضا من هذه المظاهر كانا يبديان الامتعاض منها. فالحسين عليه السلام ابن محمد وعلي، وتربية محمد وعلي، لا شك أنه كان يكره هذه المظاهر أيضا، ولكننا لا نجده قد تدخل إلى حد التعنيف. لم يؤثر عنه أنه جاء مثلا وعنف امرأته هذه التي اشترت هذه الأمور، بل تركها وما يعجبها ما دام الأمر مباحا، ولم يصل إلى حد الحرمة الشرعية. نمطه هو في الحياة يختلف، لكنه لم يسعى لفرض هذا النمط الشخصي على زوجته. ذوقه يختلف، لكنه لم يسعى لكي يفرض ذوقه هذا على زوجته. تركها وما يعجبها، تحبين تشترين هذه الأمور وهالزخارف وما أدري هذه البسط وهذا الفرش وهذه النمارق، اشتري، هذا من مهرج، احنا أعطيناك مهرج، انت اشتري كما تشائين، عيشي في بيتك كما يعجبك، أنا لا أتدخل. هذه الرواية من الذي نقلها؟ انتبهوا، الكلام سوف يجرنا ونتوسع أكثر فأكثر. من الذي نقل هذه الرواية؟ أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام نقلها. بأية مناسبة؟ هنالك رواية أخرى في مصدر آخر، وهو دعائم الإسلام للقاضي النعمان، تبين علة نقل الإمام الباقر عليه السلام لهذه القصة عن الحسين عليه السلام. الرواية تقول: عن بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: دخلت في منزله فوجدته في بيت منجد. بيت منجد يعني بيت مزين.
قد نضد بوسائد وأنماط. الأنماط بسط مخملية راقية وخفيفة أو ناعمة رقيقة. يقول: دخلت في منزله فوجدته في بيت منجد قد نضد بوسائد وأنماط ومرافق وأفرشة، ثم دخلت عليه بعد ذلك بعد فترة، أيضا دخلت على الإمام الباقر في بيته فوجدته في بيت مفروش بحصير. المرة الأولى التي دخلت فيها كان البيت مؤثث بأثاث فاخر أو فخم، المرة الثانية التي دخلت فيها بعد فترة من الزمن وجدت البيت ليس فيه إلا الحصير كعادة أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فاستغربت من هذا التحول والاختلاف، فقلت: ما هذا البيت جعلت فداك؟ قال: هذا بيتي، هاي في المرة الثانية، والذي رأيت قبله بيت المرأة. المرة الأولى كان بيت المرأة امرأتي، هاي المرة الثانية بيتي أنا، هو نفس البيت نفس الموضع، ولكنه نسب البيت الثاني هذا بما فيه إلى نفسه الشريفة، البيت الأول بما فيه لم ينسبه إلى نفسه، بل قال هذا بيت المرأة. يعني شنو القصة؟ يعني كانت لدي امرأة هذه الأمور لها، هي التي اشترتها وهي التي وضعتها، والآن هذه المرأة ليست لي، قد طلقتها، فعاد البيت إلى حاله لي. يقول: وسأحدثك بحديث حدثني أبي عليه السلام، أي زين العابدين، قال: دخل قوم على الحسين بن علي عليهما السلام فرأوا في منزله بساطا ونمارق وغير ذلك من الفروش، فقالوا: يا ابن رسول الله، نرى في منزلك أشياء لم تكن في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين بها ما شئن ليس لنا فيه شيء. فإذا الرواية التي تلوناها أولا من الكافي الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام لها زيادة أو لها مقدمة تبين لماذا حدث الإمام الباقر بهذا الحديث، وجدنا نفس الحديث مع مقدمته في كتاب دعائم الإسلام. والقصة هذه أن الإمام الباقر يستدل بما قاله الحسين وفعله عليه السلام ومضى على أثره، وكان ذلك بعدما طلق الإمام الباقر عليه السلام إحدى نسائه التي كانت قد اشترت هذه الأمور من مهرها، فلم يتدخل الإمام الباقر عليه السلام ولم يفرض عليها شيئا، لم يفرض نمط معيشته وأسلوب معيشته عليها مع أنه كاره لذلك. من هي يا ترى تلك المرأة؟ معلومات كما هي العادة ما سمعتموها من قبل. الظاهر أن تلك المرأة هي إحدى نساء الباقر عليه السلام من ثقيف، كانت امرأة ثقفية
يقال لها أم حكيم أو حكيم بنت أسيد بن المغيرة بن الأخنس بن شريف الثقفي. هذه كانت زوجة للباقر عليه السلام، ولكنه طلقها بعده لأية علة، لأي سبب؟ السبب ملفت للانتباه جدا، وخاصة لكم أنتم معشر الرافضة. الرواية مروية في الكافي الشريف بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، أي قال زرارة: كانت تحته امرأة من ثقيف، انتبهوا، وله منها ابن يقال له إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف، امرأة مولاة لثقيف، كانت أمة لثقيف وألحقت بثقيف، بقبيلة ثقيف، فهذه لها اتصال مع نساء ثقيف، فدخلت على زوجة الباقر أم حكيم هذه الثقفية، دخلت عليها فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمد بن علي عليهما السلام. قالت، هنا ركز: فإن لذلك أصحابا بالكوفة قوم يشتمون السلف ويقولون: أنت منو متزوجة؟ متزوجة واحد عند أتباع بالكوفة، هذول الليل ونهار يسبون ويشتمون، يسبون ويشتمون من؟ السلف. السلف يعني من؟ في مقدمتهم من؟ أبو بكر عمر عليهما لعنة الله. هذا الأمر الذي ذكرته هذه الرواية في الكافي الشريف بحد ذاته يثبت لك أن سيرة أصحاب الأئمة وشيعتهم عليهم السلام كانت هذه: المعروف عنهم أنهم كانوا يشتمون السلف، وصار هذا الأمر معروفا عنهم ومشتهرا إلى الحد الذي كانت تتحدث به ربات الحجال، تقوله النساء فيما بينهن، مسألة معروفة يعني لا تخفى. ولا شك أن هؤلاء الأتباع والأصحاب والشيعة ما أخذوا بهذا المنهج إلا انعكاساً لما كان عليه أئمتهم عليهم السلام، بمعنى أنهم تبعوا أثر أئمتهم صلوات الله عليهم في ذلك، أئمتهم ربوهم على هذا، فاشتهر عنهم هذا الطعن وهذا النيل وهذا اللعن وهذا السب وهذا الشتم لمن يحسبهم الجهلاء سلف الأمة الأخيار. فالذين يريدون اليوم من الأمة الشيعية أن ترجع إلى ما كان عليه أوائلها من أصحاب الأئمة عليهم السلام، عليهم أن يحيوا ذلك، يحيوا أي شيء؟ يحيوا النزعة الرافضية في الإنسان الشيعي، هذه الهمة في تسقيط رموز الباطل ولو باللعن والسب والشتم الذي يؤدي إلى تحذير الناس من هذه الرموز، كما أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله. أكثروا من سبهم كي يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. هذه سيرتنا، هذا تاريخنا. من أين نأتي لكم بتاريخ آخر؟ مشكلة أهل العوالم الأخرى هي هذه، أنها تريد تزييف تاريخنا، تاريخ التشيع العظيم، وأن ترسم صورة أخرى عن أوائلنا وعن أصحابنا مخالفة تماماً لما هو المعروف عنهم في كتب الفريقين وفي كل مصادر الحديث والخبر والأثر والسيرة والتاريخ. إنهم يوهمونكم بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام ما كانوا يمسون رموز القوم، وهذا والله باطل، هذه كذبة كبيرة. أصحاب الأئمة من الثقات، من الصلحاء، من الأخيار، كانوا ليلا ونهارا يطيلون ألسنتهم على رموز القوم، وكان هذا أمرا معروفا معهودا معلوما عنهم بالضرورة، إلى الحد الذي تتحدث به مولاة لقتل ثقيف مع إحدى زوجات الباقر، جاية لها تقول لها أنه منو زوجش، تقول لها محمد بن علي، تقول هذا اللي عنده هذول الجماعة اللي بالكوفة اللي ليل ونهار يطعنون على أبو بكر وعمر، هذا كلام. تحرضها على زوجها، تقول فإن لهذا أصحابا بالكوفة قوم يشتمون السلف ويقولون، يحجون عليهم، يقولون ويقولون. ماذا فعلت المرأة؟ فحوى الرواية هذا، تأثرت بكلام مولاتها، والظاهر أنها مارست ضغطا بل وأذى على زوجها الباقر عليه السلام، تأذي، تتدخل فيما لا يعنيها، في منهجه. منهج الإمام الباقر هو منهج رافضي، يقول ليش أنت رافضي، ليش مربي جماعتك هالشكل، يطعنون على أبو بكر وعمر ويحجون عليهم، يحجون على السلف، ليش أنتوا سبابين ولعانين، تبدي ليل ونهار شنو نقنق بعد. فالإمام شاف ماكو شارة بعد معها، فالرواية تقول فخلى سبيلها، ما جاء لأصحابه في الكوفة ونهأهم وقال لهم أدخلتم الشين علينا، أحرجتموني حتى أمام زوجتي، لماذا تحدثون الفتنة والانقسام في الأمة؟ لماذا لا تلتزمون بالأخلاق؟ ليس منا السبابون، ليس منا الطعانون واللعانون، أبداً ما فعل شيئاً من هذا، بل على العكس استبقى أصحابه وطلق زوجته التي لم يكن يعجبها أن يكون في أصحابه من ينال من السلف. ما يعجبك؟ مو عاجبك أنه نتكلم على أبو بكر وعمر؟ الله وياك، روح. كل بساطة، مع أن له منها ابناً، هو إبراهيم ابن الباقر، عنده ابن منها، ولكنها لم تعد أهلاً
لأن تكون زوجا لولي الله إذ تعترض على منهجه وهو منهج القرآن منهج السماء. شوف تعدد صلاحيات حضرة جنابها، تريد من الإمام الباقر يكون نسخة منها هي، وما قيمتك أنت؟ تريد من الإمام الباقر يكون على مذهبها وعلى منهجها، ما ندري شنو مذهبها شنو منهجها، الله العالم، بالدقة ما مذكور، لكن المهم ما كانت ترتضي هذا الأمر أنه أنت تربي أصحابك على الطعن واللعن والسب والكذا لهؤلاء. لا لا، ما أرتضي ذلك، إما بكرية وإما بترية، وكلاهما فردتا حذاء. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام خلى سبيلها، وأنتم تعرفون أن الطلاق عادة تصاحبه مشاكل كثيرة، منازعات وقيل وقال وتدخل الأهل، وأحياناً تدخل العشيرة وشائعات ومشاكل أحياناً تؤثر على الإنسان نفسه، مشكلة أسرية واجتماعية تتدحرج وتكبر مثل كرة الثلج. فالرواية تقول فخلى سبيلها، قال زرارة، يقول هذا زرارة من الشتامين الطعانين اللعانين من أصحاب الباقر من ثقاته، قال فخلى سبيلها، قال فرأيته بعد ذلك، رأيت الإمام الباقر عليه السلام بعد إتمام الطلاق كل واحد راح لحال سبيله، فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه، يعني من الغم الذي دخله من مشاكل الطلاق هذه، قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء. شوف ايش قد تعب الإمام الباقر عليه السلام من مشكلة الطلاق هذه، بحيث حتى تضعضع جسمه عليه الصلاة والسلام، أثر حتى على بدنه مو بس على نفسيته. فقلت له قد استبان عليك فراقها، قال وقد رأيت ذلك؟ قال قلت نعم. يقول يعني شفت لاحظت علي؟ يقول قلت نعم. زين، هذه المرأة خسرت طبعا، خسرت الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنها أرادت أن تسيطر على زوجها، الآن مع قطع النظر عن كون هذا الزوج ولي الله حجة الله على خلقه إماما معصوما الاعتراض عليه كفر، إدخال الأذى عليه كفر يغضب الله جل وعلا، مع قطع النظر عن كل هذا، أنت من الذي أباح لك أن تتدخلي في منهج الزوج؟ هذا منهج. قد تنصحين ربما، جائز لك هذا، أما أن تتدخلي وتفرضي شروطك وتوصل الأمر إلى الأذى، أنت هنا قد تعديت صلاحياتك، لا هذا الأمر مقبول منك شرعا، لا هو مقبول منك عرفا، ليش تفجرين المشكلة مع زوجك على هذا الشيء؟ هو يعجب يكون من أهل العالم الأول، يسب ويلعن، أنت ليش تضغطين عليه؟ هو موقف ضد بعض الشخصيات التي أنت تعتقدين بها مثلا، أنت ليش تضغطين عليه وتأذين؟ تأذين ليش؟ أنه لا، لازم تكون مثلي على منهجي على رؤيتي على تقييمي، وإلا أنا رح أستمر بأن أؤذيك. وتروح تخبر أبوها، تخبر ما أدري أعمامها إخوانها عشيرتها، وتصير مشكلة كبيرة طويلة عريضة، إلى أين تنتهي؟ الله العالم.
هذه انتهت بالنسبة إلى الباقر عليه السلام هكذا إلى الحد الذي تضعضع جسمه صلوات الله عليه. تعب، هم، غم، مشكلة، مشاكل أسرية والله مشكلة، طلاق مشكلة، فراق مشكلة، وخاصة في مثل هذه الأزمنة أن امرأة إذا ما تصادمت مع زوجها على مثل هذه الأسباب أو نحوها، فما تكتفي فقط بمسألة الطلاق وخلص قد سرحت بإحسان وانتهى الأمر، لا، تدور في المجالس الاجتماعية، في البيوت، ربما تروح حتى في الانترنت تكتب، تشهر، تسب، تلعن زوجها أو طليقها، تلعنه هو وأهله وعشيرته واللي خلفوه، وما تخلي فيه واضح أبداً تشهير، لأنه الآن ما أسهل ذلك. الآن بالموبايل كل واحد عنده عقدة نفسية من أحد، خلص عند ألم من أحد سواء كان بحق أم بباطل، يقوم يفرغ كل هذا الألم في هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها وما أشبه، ويروح ويحكي ويشهر كما يشاء، والمشكلة تكبر وتصير قضية رأي عام بعدها. والله فلان طلق فلانة، فلان تعارك مع فلانة، وعادة في المجالس النسائية متعتهن الحديث في هذه الأمور، متعتهن هذا، فلانة تزوجت، فلانة طلقت، فلانة مدري خربت مع زوجها، فلانة مدري صار لها، وهكذا طول الوقت هو هذا الحكي، غيبة ونميمة ومجالس بطالين. هذه المرأة البلهاء التي كانت زوجة للباقر عليه السلام هكذا خسرت الدنيا والآخرة، وكان لها من الباقر ابن يقال له إبراهيم. سامعين بي؟ هذا بعض الروايات تذكر على تردد عندي، لكن هكذا بعض الروايات ذكرت أن هذا الابن لما استشهد الباقر عليه السلام نازع أخاه الصادق عليه السلام الإمامة، إذا صح ذلك طال على أمة بعد. هذه أمة لما تكون هكذا تعامل زوجها، تربي ابنها شلون؟ بهالطريقة. نازع الإمام الصادق عليه السلام الإمامة وادعى الإمامة، فكان سبيله كسبيل ابن نوح عليه السلام، ضال. وكم من أبناء الأئمة وأبناء الأنبياء أيضا قد ضلوا وانقلبوا على آبائهم وعلى إخوانهم، وحملهم الحسد أو حملتهم الغيرة على أن ينازعوا صاحب الأمر الشرعي نبيا كان أم وصيا. هذا لعله واحد منهم. عموما بيئة قبيلة ثقيف، هذه القبيلة بشكل عام كانت بيئة معادية لأهل البيت، بيئة فاسدة. الصالح من أهل هذه القبيلة قلة قلة. أمير المؤمنين عليه السلام له خبر يرويه ثقفي وهو إبراهيم بن محمد بن هلال الثقفي رحمه الله في كتابه الغارات. شوف هو ثقفي لكن هذا شيعي أصيل رافضي، فلا يتحرج من أن يخرج في كتابه مطاعن أمير المؤمنين عليه السلام على قبيلته هو. كتاب الغارات للثقفي تفتحه تجد فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الصالح في ثقيف لغريب، قلة صلحاء فقط في ثقيف. شوف هذا نموذج مشرف،
الإنسان الذي يتجاوز الانتماء القبلي، الانتماء العشائري، الانتماء الأسري، لأنه يهتم بالانتماء للحق وأهل الحق، ما يهمه، لا يهمه أنه ماذا يقال في عشيرته، في قبيلته، في أسرته، في أبيه، في إخوانه، في أي كان. المهم عند أن لا يخسر هو ولايته لأولياء الله وبراءته من أعدائه. هذه النماذج مشرقة، ما كانت تأخذها العصبية الجاهلية تقول لا لأنه علي بن أبي طالب طعن في قبيلتي إذن أنا أصير ضده، طعن في أبويا، طعن في أمي، أنا أصير ضده. كثير من الناس مع الأسف يتعصبون للباطل تعصبا منهم لآبائهم وأجدادهم. لا يكونن أحد منا هكذا. بعض الأفراد، ومع الأسف أنا شخصيا انصدمت منهم، يعني رجال دين معممين كنا نحسبهم من الأخيار، لكن بسبب مواقفنا الشديدة على بعض آبائهم أجدادهم ممن من الواضح أنهم حادوا عن الحق، أو بعض أقاربهم، بعض أصهارهم، وهكذا انقلبوا علينا وبدأوا بتسقيطنا لأي شيء، لأنه لم يعجبهم أن نقول كلمة الحق في أقربائهم. هؤلاء سقطوا في الاختبار، سقوط يفشل، يفشل بمعنى الكلمة. محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه ما سقط في الاختبار، ليل ونهار يسمع أمير المؤمنين عليه السلام يطعن بأبوه، بأخته عائشة، مع ذلك ما ترك ولاءه لأمير المؤمنين، بل اصطف مع أمير المؤمنين، ضد أبوه ضد أخته. المهاجر بن خالد بن الوليد، رجل صالح، هم يسمع أمير المؤمنين يطعن بأبوه، مو بس طعنه، داس ببطن أبوه ذات مرة، مع ذلك ما قال لأنه أمير المؤمنين فعل هكذا بأبي خالد بن الوليد فأنا راح أصير ضده، بل بالعكس بقي شيعيا رافضيا إلى آخر نفس. وهذا الرجل الجليل الثقفي محمد بن إبراهيم ابن هلال الثقفي صاحب الغارات، هو من هذه النماذج المشرفة أيضا، لا لأن أمير المؤمنين طعن في قبيلته وقال إن الصالح في ثقيف لغريب، قال أنا أصير ضد أمير المؤمنين، بل كان دائما مع أمير المؤمنين، وهو صاحب كتاب المعرفة في المناقب والمثالب، ألف كتاب نقلت لكم قصة تأليفه من قبل، كتاب قسمان، فصلان، فصل في مناقب أهل البيت وفصل في مثالب أعدائهم، بدءا من أبي بكر وهلم جرا، فقيل له لا تخرج بهذا الكتاب من الكوفة وإلا قتلوك، فقال أبلغوني أي البلاد أبعد من التشيع أو عن التشيع، فقالوا أصفهان، أصفهان ذلك الزمان كانت مركز النواصب، فحلف أنه لا يحدث بهذا الكتاب إلا في أصفهان، راح إلى هناك ويحدث بهذا الكتاب، كتاب خطير حساس، مثل ما الآن واحد يأخذ كتاب الفاحشة يروح للقصيم يحدث به، شو يصير به؟ فعموما قبيلة ثقيف هذه كانت قبيلة فاسدة، الصالح منهم غرباء قلة، النماذج الصالحة والمشرفة، بيئة معادية لأهل البيت عليهم السلام، امرأة الباقر عليه السلام كانت من هذه البيئة، فما أعجبها
ما أعجبتها هذه الظاهرة الرافضية أن الإمام الباقر عليه السلام يربي أتباعه وأصحابه على الرفض الذي أوصلهم حتى إلى المجاهرة بشتم سلفهم على تعبير أهل الخلاف، أي أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه. ولكن ماذا يفعل الباقر؟ هذا هو الحق الذي لا بد من تربية الأمة عليه. الأمة عليها أن تكون قوية تحمل على رموز الباطل بأحد لسان. شخص آخر من ثقيف من هذه البيئة يبدو أنه أيضا ارتاع أو اندهش مما يراه من أصحاب الباقر عليه السلام من الطعن على أبي بكر وعمر، فجاء يسأل الإمام الباقر متحققا، يريد أن يتحقق هل أن الإمام الباقر يرتضي ذلك أم لا، أراد أن يتأكد من موقف الإمام الباقر عليه السلام من أبي بكر وعمر. من هو هذا الشخص؟ قدامة بن سعد الثقفي. حاولوا تحفظوه إن هذين الروايات ما سمعيه من قبل أكيد. في كتاب تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه يروي عن قدامة بن سعد الثقفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أبي بكر وعمر. يريد يتأكد 100% إنه شنو موقف الإمام الباقر من هذين. فقال عليه السلام: أدركت أهل بيتي وهم يصيبونهما. يعني تبين أن هذه الثقافة، هذه التربية ليست تربية بدأها الإمام الباقر بل ورثها. إذا واحد تساءل من ثقيف أو غير ثقيف، لماذا أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يشتمون السلف، يشتمون أبا بكر وعمر، وتوهم أن الباقر هو من بدأ ذلك؟ لا، الباقر نفسه يقول: لا، ترى أنا ما بدأت ذلك، أنا أدركت أهل بيتي وهم يصيبونهما، يصيبون أبا بكر وعمر، يعني ورثت ذلك من آبائي، من أجدادي، من أهل بيتي، ورثت ذلك من أبي علي زين العابدين ومن جدي الحسين عليه الصلاة والسلام، وهكذا وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. مع الأسف أن الأمة هذه لا تعرف هذه الحقائق. حتى رسول الله كان يطعن في أبي بكر وعمر وعائشة متى ما تسنت الفرصة لذلك أو تسنى له الأمر، والروايات موجودة عندنا وعند مخالفينا على السواء. على أي حال، تلاحظون هنا أن تلك المرأة الثقفية قد خسرت لإصرارها على أن تؤذي زوجها الباقر عليه السلام وتتدخل في شؤونه، وهذا بسبب ما نسميه حب السيطرة. الزوجة تريد أن تسيطر على الزوج، فحتى تتدخل في فكرة، في نمط حياته. الزوج كذلك يسيطر على الزوجة حتى يتدخل في فكرها ونمط حياتها. من حب السيطرة هذا الغيرة المفرطة. الغيرة إذا تجاوزت الحد صارت غيرة مفرطة أو إفراطية، فأيضا تصبح مشكلة. أصل الغيرة، أصلها لا شك أنه من الحب، هذا أصلها. وحتى إن اقتضت في بعض الموارد المحدودة شيئا من الأذى المقبول عرفا، يعني طبيعي المرأة اللي ما تغار على زوجها يعني ما تحبه ما تهتم، ف
فإدغار إلى حد معقول ومقبول عرفاً، وشوية مثلاً تأذي تزعل عليه ما أدري كذا، ليش هالشكل ليش هالشكل، هذا دليل الحب. الرواية في الكافي الشريف عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أي الصادق عليه السلام: المرأة تغار على الرجل تؤذيه. قال: ذلك من الحب. هذا إذا كانت الغيرة شنو في حدود معقولة، أما إذا تجاوزت الحدود فوالعياذ بالله تصبح ماذا؟ كفرا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في نهج البلاغة: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. في الكافي الشريف عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: غيرة النساء الحسد، والحسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرنا غضبنا، وإذا غضبنا كفرنا، إلا المسلمات منهن. وهذه حقيقة، أن الله تعالى ابتلى النساء أي اختبرهن بهذه الغيرة الغريزية إنجاز التعبير التي غرزت فيهن. المسلمات حقا، المؤمنات حقا، هن اللاتي لا يتجاوزن هذه الحدود المعقولة في الغيرة. هذه قصة لطيفة يرويها الكليني عليه الرحمة في الكافي عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لأبي عبد الله عليه السلام امرأته فأحسن عليها الثناء. واحد من أصحاب الصادق عليه السلام جاء إليه وقال له: أنا متزوج مرة وهذه خوش مرة، وبدأ يثني عليها كثيرا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أغرتها؟ يعني غرتها لو لا؟ قال: لا. قال: فأغرها. جرب أول شيء، جرب امتحنها بالغيرة، شوف تبقى على ما هي عليه أم لا. طبعاً شلون كانوا يغيرون نسوانهم في ذلك الزمان؟ يروح مثلاً يتسرى بجارية مثلاً، فيشوف هذه تشتعل غيرة أم لا. يقول: فأغارها فثبتت. راح بالفعل أغار امرأته، ولكنها ثبتت على ما هي عليه من الأخلاق الفاضلة، ما تجاوزت الحد في غيرتها. فقال لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد أغرتها فثبتت. فقال: هي كما تقول. إيه صح، الآن أثبتت هذه المرأة أنها مؤمنة فاضلة يثنى عليها بحسن أو بأحسن الثناء. هذا النموذج قليل حتى في مجتمعنا المتدين، بصراحة نتكلم، هذا النموذج قليل. المسلمات المؤمنات حقا، اللاتي لا يتجاوزن الحدود في الغيرة. ليش المرأة تتجاوز الحدود؟ لأنه ينكشف حينئذ أن حبها لزوجها ليس حبا حقيقيا لشخص الزوج، إنه حب السيطرة على الزوج، تملك الزوج. حب الزوج راجع في الحقيقة إلى حبها لنفسها، وإلا إذا بالفعل تحب هذا الزوج وراح خلي نفرض تزوج عليها يلا مثلا، أو سوى شيء الذي لا يروق لها، إذا طعنت فيه اجتماعياً ما أدري بالإنترنت وحكت وتكلمت وشهرت، إذن وين ذلك الحب؟
هنا ينكشف أنك أنت بالفعل كنت تحبين الزوج أم تحبين نفسك، وإنما أحببت هذا الزوج كشيء تمتلكينه، فلما رأيت أنك لا تمتلكينه لا يمضي على ذوقك وأسلوبك في الحياة ولا يمشي على ما تريدين، وإن كان من صلاحياته هو، حتى لو تزوج إن شاء الله أربعة هو هم من صلاحياته، أنت مالك حق أنه أنت تتعدين الحدود وتشهرين به مثلا، أو تضغطين عليه وتنكدين عيشته، أو تنقطعين عنه، أو تهددينه بالطلاق، أو تروحين تؤلبين عليه أهلك وعشيرتك والمجتمع، وتكذبين عليه بأنواع الأكاذيب وتشهرين به، حتى فعل ذلك هو ما تجاوز الشيء الذي أعطاه الله عز وجل كصلاحية له. تعتبين عليه ممكن، تزعلين شوية منه ممكن مثلا، أما هكذا تفعلين؟ هنا ينكشف أن حبك له حب زائف غير حقيقي. مع الأسف أني سمعت قبل سنوات حوادث يعني مفزعة في هذا الشأن. الزوج لم يتزوج على امرأته ومشيها من أحسن ما يكون، لكن لمجرد أنه صار ضمن هذا المنهج، تخيل وين بالعراق، أيضا ما عاجبها بنت الأكابر، منكد عيشة زوجها ومقلب عليه عشيرتها وما أدري كذا، إلى درجة إما أنا وإما أنه حتى طالع هاي القناة، شوف إلى هالدرجة، وتوصل للطلاق. عجيب، أي طغيان هذا؟ أنت هنا لا تحبين زوجك، أنت تريدين امتلاكه، هذا حب السيطرة. وهنا الإشكال، هنا الإشكال، هكذا يظهر الفارق بين الحب الحقيقي وبين الحب الكاذب، بين حب الزوج حقا وبين حب السيطرة على هذا الزوج وامتلاكه. أنت الزوج لازم ما تتدخل أكثر من اللازم في خصوصيات زوجتك، حتى وإن كانت المظاهر في البيت لا تعجبك، لون حياتك باللون الحسيني. الحسين هم ما كان عاجبه من امرأته أنها تأتي وتفرش هذه الفرش في بيته وهذه النمارق، لكنه تركها وما يعجبها، حق خلص، والبيت مملكة المرأة، هي تعيش في هذا المكان، خليها ترتاح في هذا المكان. أنت أيضا في المقابل لا تضغطي على زوجك وتحددي له مساراته في الحياة، لك أن تنصحي صحيح، لكن أن تفرضي نفسك مهيمنة عليه تخسرينه، بل إذا فرضت نفسك نداً له، ند، هذه المسألة لازم تفهمها النساء، كل امرأة مهما علت حتى ولو في مستواها الثقافي العلمي الإدراكي أياً كان، لست نداً للزوج، لا تتعاملين معه على أساس الندية، تنهدم الحياة، تصير مشكلة. الله عز وجل هكذا قرر، هكذا حكم، هو الخالق وهو الأعرف، أن الرجال شنو؟ قوامون على النساء، هذا ولي الأمر، هذا القيم عليك، لا تتعاملين معه بشكل ندي، خلص عجبة يمشي هالشكل، عاجبة هذا البيت، عاجبة ما عاجب، أو عاجبك هذا البيت، عاجبك ما عاجبك هذا البيت اللي مستأجرة أو ممتلكة، لا تأذي بعد، قولي أنا ما عاجبني، بس خلاص لازم أنت تعيشين وياه حيثما عاش وكيف كان وضع هذا البيت، سيارته ما عاجبتك، ما أدري طريقة حكية، طريقة كلامه، وين يروح وين يجي، لا تتدخلين، لا تتجاوزين صلاحياتك وتقولين إما أنا إما هذا،
هنا تصير مشاكل. خلص هو مدير هذه الأسرة، الآن يصيب يخطئ، هذا موضوع ثاني، ممكن أم يخطئ، مو معصوم، عشرات الموارد أيضا يخطئ، ولكن لا تجعلي نفسك في موقع الند أو الأستاذية أو الهيمنة. الرجل ما يتحمل من زوجته أن تكون في هذا الموضع وتعامله بهذه الطريقة، يحس بنقص في رجولته، ما يتحمل. السيدة أم البنين صلوات الله عليها، ينبغي أن تتخذها النساء أنموذجا وقدوة، وهذه ليلتها بأبيه وأمه. شوفوا في تاريخ أم البنين كله، أثر عنها أنها يوما قط آذت أمير المؤمنين، تدخلت في منهجه في شؤونه، إجت قالت له إن لك أصحابا بالكوفة يشتمون السلف، مثل ما سوت تلك المرأة البلهاء زوجة الباقر عليه السلام. أبدا هذا الشيء ما ذكر عنها أبدا. غارت عليه بما تجاوز الحدود أيضا أبدا، ما أثر هذا عن أم البنين قط، مع أن لأمير المؤمنين عليه السلام في زمان زوجيته وإياها زوجات أخريات، نساء أخريات، لكن ما حدثنا التاريخ أنها يوما ما جاءت وغارت على أمير المؤمنين ونكدت عيشته أبدا. أولادها صلوات الله عليها وعليهم كيف ربتهم؟ يعني إن صح ذلك الخبر أن إبراهيم ابن تلك المرأة الثقفية زوجة الباقر بعد رحيل الباقر نازع أخاه الصادق الإمامة، هذا معناه أن لأمه دخلا في تربيته، هذه التربية الشيطانية جعلته يتمرد على الإمام والوصي الشرعي. وبالفعل ترى كثير من أبناء الأئمة نازعوا إخوانهم الإمامة حسدا غيرة، وكان لذلك عوامل منها التربية من جهة الأم، من طرف الأم، الأم مو صالحة بالقدر الكافي، فلذلك الولد يحمل صفاته، تورث لابنها هذا الحسد هذه الغيرة. شوف شلون أبوك بس يهتم بهذا، يهتم بجعفر الصادق، ليش ما يهتم بك أنت إبراهيم؟ إيش تنقص عنه أنت؟ هذا يحملها بذهنه لما يكبر، يشوف هم الجماهير كلها حول الإمام الصادق عليه السلام، يحسد ويعجب شنو أن يدعي هو الإمام حتى يجر الجماهير إليه. أم البنين ما ربت أبناءها هكذا، ربت أبناءها على الطاعة المطلقة لأئمتهم، ولذا وجدنا أبناء أم البنين الأربعة كلهم عليهم السلام ليوثن في الدفاع عن أخيهم الحسين صلوات الله عليه، لا نازعوه قط، لا خالفوا له أمرا قط، ولا آذوه بشيء قط، ولا تخلوا عنه قط. كان الحسين أخوة آخرون من أمهات شتى، أما وين هم في كربلاء؟ وين محمد بن الحنفية؟ وين؟ أين عمر بن علي؟ هذا وين؟ هذا السفيه الذي لما بلغه نبأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام ذهب واغتسل، اغتسل وقال أنا الغلام الحازم، لو خرجت معهم لهلكت، معتبر نفسه هو الناجي، إنه زين أنا ما ضحك علي أخوي الحسين ورحت وياه، أنا الغلام الحازم، أنا عندي حزم. نموذج رخيص سيء. أين أولئك الإخوة؟
أين هم من أبناء أم البنين وفي مقدمتهم العباس؟ كيف ربتهم أم البنين؟ وين ما يروح الحسين تروحون، حتى لو رايح إلى الموت تروحون وياه. ما هذا إلا لقوة إيمانها صلوات الله عليها، لذوبانها في حب أولياء الله. يقول العلامة المامقاني رحمة الله عليه في تنقيح المقال: يستفاد قوة إيمانها، وهو يتحدث عن أم البنين، يقول: يستفاد قوة إيمانها وتشيعها أن بشراً، بشر بن حذلم أو بشير بن حذلم الناعي، كلما نعى إليها واحداً من أولادها قالت: أخبرني عن الحسين، أولادي ومن تحت الخضراء تحت هذه السماء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين. يقول العلامة المامقاني: إن علقتها بالحسين عليه السلام ليس إلا لإمامته وتهوينها على نفسها موت هؤلاء الأشبال الأربعة، إن سلم الحسين أو إن سلم الحسين يكشف عن مرتبة في الديانة رفيعة. يقول بشر بن حذلم: هذا الناعي الذي دخل المدينة المنورة ينعى الحسين عليه السلام، يقول: رأيت امرأة كبيرة تحمل على عاتقها طفلا وهي تشق الصفوف نحوي، فلما وصلت قالت: يا هذا أخبرني عن سيد الحسين. يقول: فعلمت أنها ذاهلة لأني أنادي قتل الحسين وهي تسألني عنه، مذهولة كانت، مو في وضع طبيعي. فسألت عنها: من هي هذه المرأة التي تحمل طفلا على عاتقها؟ فقيل لي: هذه أم البنين. فأشفقت عليها وخفت أن أخبرها بأولادها مرة واحدة، فقلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. فقالت: ما سألتك عن عبد الله، أخبرني عن الحسين. قال: فقلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. فقالت: ما سألتك عن عثمان، أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: ما سألتك عن جعفر، فإن ولدي وما أظلته السماء فداء للحسين، أخبرني عن الحسين. قلت لها: هاي صعبة، عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس. قال بشر لما جابت اسم العباس: لقد رأيتها وقد وضعت يديها على خاصرتها وسقط الطفل من على عاتقها، وقالت: لقد والله قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قال: فقلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. فسقطت مغشيا عليها. يا أيها الناعي، أخبرنا عن أم البنين، كيف نعت الحسين وكيف نعي إليها الحسين؟ لا